عسلام ومرحبا بكم الناس الكل. اليوم باش نوريكم طريقة الكلاب الأليفة في المنزل وكيفية أنها تسمع الكلام وفمها وكلي ترياجي مع الكلام متاعك كلي بالضبط فمها. ماخ بلات زيت ماخ بلات زيت زيت كما فوتش اندرا فوتش اندرا فوتش كانو اندرا فوتش اندرا فوتش كانو ماخ بلات اون بلاي كما هي ماخ بلات زيت زيت كما فوتش اندرا فوتش اندرا كانو اندرا سو ماخ بلات اون بلاي تريكت ياشي كوم كانو باف كان هذا هو التمرين نتاعو معناتها حسب التدريبات نتاعو. ونحب نشكركم الناس الكل ونقول لكم اللي راهو كان يوفي هذا معاكم قول لهم باي باي وان شاء الله يكون عجبكم الفيديو فهمت.